بتشارك معكم تحرير عن عندي إن شاء الله يا ربي. عندي دجاج، عندي كرافس سعود، كتعجبني كرافس سعود كنطيحها، واخا كان عندو كرافس كنطيح هادو تا هما مزيانين. عندي صلصة، عندي حمص، بصل، كنوت سمن، هنايا عندي ديك القزبر ومطيشة. ايوا خليكم ان شاء الله حتى نوجد ونكون عن وجد ان شاء الله وانا معكم. درت لها التوابل ديالها كاملين طحنتها وانا عرضتها ان شاء الله ديك الساعه نشاركها معكم ان شاء الله يا ربي الحلو. انا مرقتها غنشد عليها دابا، غنشد عليها ان شاء الله، شد عليها خوتي خواتاتي. انا صورت معكم قبيله يعني عاد دركت وجدت قبل علينا اي أيوة والله يتقبل منا ومنكم الصيام يا ربي الحبيب وتعاوننا عليه وبصحتكم في طولكم ومع السلامه.